اهلا بكل حضراتكم مره تانية. طبعا الرياضه لا تقتصر فوائدها فقط على الجانب البدني او حتى الجانب النفسي بس، دي كمان وسيله لنبذ العنف. ده اللي لجأ ليه كل المسؤولين عن مشروع مدارس بلا عنف اللي بيتم حاليا بتعاون مصري الماني. قرروا ان هم يقوموا بدورهم المجتمعي ويعززوا قيمه الرياضه في المدارس لنبذ العنف تحديدا. طبعا استعانوا بمجموعه من نجوم الرياضه للترويج لهذا المشروع. عن تفاصيل هذا المشروع معانا على الهواء مباشره ماري كريستين زخر، وهي منسقه مشروع مدارس بلا عنف. طبعا بنرحب بحضرتك في البدايه، صباح الفل عليكي ونورانا. صباح النور. صباح الخير. اول لقاء ليكي في الميديا، صح كده؟ صح كده. طيب ماري، قبل ما نبدا عايزين نعرف مين ماري، يعني انت اصلا خليط من الجنسيات صح كده؟ قولي لنا يعني، خلينا نعرفك الاول. انا يعني شويه من كل حاجه، فماما يعني مولوده في مصر بس اصلها سوري لبناني، وبابايا نمساوي، واتولدت في مصر وعشت 12 سنه في مصر قبل بقى ما رحت المانيا وكملت دراساتي هناك، فانا اعتبر جزء من كل حاجه شويه. بس انت معاكي الجنسيه المصريه ولا؟ للاسف لا، انا معايا بس الجنسيه النمساويه، بس أوكي. في القلب جزء مصري طبعا. كلام جميل. طيب تعالي بقى نتكلم عن المشروع ده، تفاصيله ايه؟ فكره ان مدارس بلا عنف او فكره استخدام الرياضه لنبذ العنف في المدارس. تمام. هو مشروع مدارس بالعنف ده نتيجه تعاون معهد جوته الثقافي الالماني مع وزاره التربيه والتعليم، وهو يعني ممول من وزاره الخارجيه الالمانيه تحت برنامج كبير اسمه الحوار والتقدم. ده برنامج بيشمل مشاريع كثيره في الشرق الاوسط. فاحنا في مدارس بالعنف عندنا اجزاء مختلفه بنشتغل فيها، عندنا جزء رياضي اللي هنتكلم عليه النهارده، وعندنا جزء تربوي اجتماعي نفسي. ففي الجزء الرياضي بنقدم ورش عمل وتدريبات، وبرضه في الجزء النفسي والاجتماعي برضه، وبندرب مدرسين التربيه الرياضيه او اخصائيين نفسيين واجتماعيين، وبنوريهم وسائل تربويه جديده ايجابيه بدون عنف، عشان نحاول نتعامل مع ظاهره العنف في المدارس وظاهره التنمر. فده الهدف الاساسي بتاع البرنامج.